هنا أيضا عن عوانة قال: قال معاوية: يا معشر بني أمية، إن محمدا لم يدع من ال... انتهينا تقريبا. هذه خطيرة جدا والعياذ بالله. لم يدع من المجد شيئا إلا حازه لأهله. المسألة هي مسألة تنافس بين محمد وآل محمد بني هاشم، وبين معاوية وبني عبد شمس. هيك بيخذ هو، مش إنه هو مجرد واحد في الإيه، في الصحابة، واحد في الأمة، أمة محمد. لا 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 لا، منافسة مع الرسول وأهله. هذا خطير الخبر هذا. إن محمدا هكذا قال: إن محمدا لم يدع من المجد شيئا إلا حازه لأهله، وقد أعنتم عليهم، والعياذ بالله، والعياذ بالله من الكلام هذا يا أخي، وقد أعنتم عليهم بخلتين في ألسنتهم ذرب. كيف يعني؟ ألسنة بني هاشم ذربة، عندهم صلاة وفصاحة فعلا. أهل بيت الرسول تتكلم الكلمة يردك عليها مباشرة بذكاء عجيب، لكن ما فيش فيها فحش، حاشا لله. قال: في ألسنتهم ذرب، وفي العرب أنف. في العرب بتحملوش واحد إيه؟ كل كلام شفناه اليوم إحنا هذا فيش فيه ذرب، بس عمين كان إيه؟ يتحدث هو إيه زي هيك عن أم أيمن، عن كذا، عن فلان، عن ناس إيه؟ اشترى ضمائرهم، وبتهم إيش؟ بني هاشم، وحذر منهم مرات عديدة. والله إلكوا يوم من بني هاشم. بالعكس يا أخي، الإمام علي صار خليفة، فشفناش منه إلا كل خير، والله العظيم. أول شيء عمل الإمام علي، أول شيء دخل بيت المال وبدأ يفرق عاد في الأمة، في الفقراء وكذا. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، لو أبقيت شيئا تتألف به قلوب بعض الأكابر يعني. قال: معاذ الله أن أطلب النصر بالجور، لا، فرق فرق، وزع وزع وزع، حتى قال لك فرغ عن آخره، فأمر بقمه وكنسه وصلى فيه ركعتين. هذا الإمام علي ويحذرهم، معاوية يحذرهم منه: والله هذول بنو هاشم، هذول وكذا، هذول كذا. تكذب على من يا معاوية؟ شفناك وشفنا بني هاشم إذا حكموا، وين يا بابا؟ نعم. وفي العرب أنف، وهم محدودون. إيش محدودون؟ من الحديد، يعني إيه؟ عندهم غضب، عندهم عفة. قال الرسول ما بيقبلوش إيه؟ الذل والمهانة، ما في، كل إنسان يقف يأخذ حده. محدودون بمعنى إيه؟ حديد، عندهم قوة في الشخصية وكذا. فأوسع الناس حلما، فوالله إني لألقى الرجل أعلم أن في نفسه علي شيئا فأستثيره، فيثور علي بما يجد في قلبه، فيوسعني شتما وأوسعه حلما، ثم ألقاه بعد ذلك أخا أستنجده فينجدني. يعني يدعي معاوية، على فكرة كان عنده عقدة هذه، يصر دائما على أنه هو حليم وأحلى من بني هاشم. غير صحيح، أحلم الناس رسول الله، وبعد رسول الله من بني هاشم الإمام علي. وكان مشهورا جدا بالحلم، الإمام علي حلم حقيقي، عمره ما حلم عن أحد وأمر بقتله ودس السم له، أبدا أبدا أبدا، مأمون الغائلة، ميمون النقيبة. معاوية كل حياته غدر ونقض عهود وتسميم للناس وقتل، وقال لك أنا حليم، أنا حليم، أنا شو الكلام الفارغ هذا؟ وموضة قرشية، قرشيا له قلب مثل قلبي، إن ما شاء الله أوسع الناس إيه؟ قلباء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على ختام الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.